بسم الله الرحمن الرحيم. لواء درع العاصمة، حرستها 22/6/2013. سيتم الآن استهداف الأمن والشبيحة في مشفى تشرين العسكري، وذلك انتقاما لما تفعله العصابة الأسدية بحق أهلنا في حي القابون الدمشقي. لواء درع العاصمة، حرستا 22/6/2013. استهداف الأمن والشبيحة في مشفى تشرين العسكري بصاروخ محلي الصنع. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله أكبر.